هم كل زين اربع سنوات يعني اربع سنوات بقالها يعني راح تخلص بعد 100 يوم. ايش قدم البرلمان؟ ايش قدم البرلمان؟ والله قدم يعني انت برايك من محافظه البصره ايش قدم البرلمان ل خلينا نقول مثلا محافظه البصره؟ معروف محافظه البصره كيف انها محافظه مظلومه كباقي المحافظات. ايش قدم البرلمان من قانون يخدم المواطن البصري؟ قدم لنا ماجد النصراوي. ماجد النصراوي اللي جنسيته استراليه. نعم النصراوي اللي طلع هذا على جسر الفلكه. نعم. على جسر الفيحاء. هذا قدموا لنا وش قد مثله بالالاف، وقدموا المساف للشعب، وقدموا التهجير للشعب، وقدموا القتل للشعب بواسطه عصاباتهم واحزابهم. هم ليش ما حد يدري بيهم؟ الناس بس ما تقدر تحكي يا اخي، بس واحد يحكي يقتلونه ما يبقى دقيقه، بس خبروا عليه. عندهم هواي مثل ما تقول تعرف على حسب ما نقول شماشمه وهذول وكلاء عندهم. فهذول هم بهاي الوضعيه مسيطرين على هذا الشعب الفقير. نعم. اللي اسالوا 4 ملايين برميل يوميا، لو كل برميل دولار هم 4 ملايين دولار بالشهر، هم يوصلون على الفقر. كل برميل دولار دولار، كل قيمته دولار. هذه لا. ولا يعني ما اعرف هم هاي يسوونها، اعمر بها في الصفحه، اسوي بها في الصفحه. هسه ثاني الدول مانحه، الدول مانحه شلون تامن بيهم؟ نعم. يقول لك اذا هم عندهم مئات المليارات ما بنوا العراق، هسه بلشوا العراق احنا نتبرع لهم يبنونه؟ لا والله ولا يبنونه ولا ابد، هم ما استفليش اجوا.